والحمد حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنعت ولا راض لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله القائل فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله يا إخواني الأمة إذا ما تعلمت لا إله إلا الله عمره ما بيرتفع لها راس. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أول علم يا إخواني وأشرف علم وأعظم علم اللي بيسعدك في الدنيا وبيسعدك في القبر وبيسعدك عند الموت وبيسعدك في يوم مقداره 50,000 سنة لا إله إلا الله. أكرمنا بلا إله إلا الله، اللهم لك الحمد والشكر على اللسان، لكن يا إخواني فرض الفروض أن تأتي لا إله إلا الله في قلوبنا يا إخواني، أن تأتي حب الله في قلوبنا، أن تأتي عظمة الله في قلوبنا. روح شيخ لأن يا إخواني إذا ما اجتهدنا على لا إله إلا الله عند الموت يعني بصيبنا والعياذ بالله، لأنه مش أي واحد بقول عند الموت لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ابشروا يا جماعة، يا رب. والله من عاش عليها مات عليها، يا رب. ومن مات عليها بعث عليها يا يوم رب. القيامة يا رب. والله عمرك ما بتسعد من دون لا إله إلا الله، ولا عمرك بتطمئن من دون لا إله إلا الله، ولا عمرك بتتريح من دون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. واني وصايا النبي عليه السلام، يا أبا ذر احكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن السفر بعيد وخفف الحمل، فإن العقبة كعود، وأخلص العمل فإن الناقض بصير. يا إخواني هذا الإنسان من دون الإيمان ما له السعادة، ما بحس بحلاوة الصلاة ولا حلاوة قراءة قرآن ولا حلاوة دعاء ولا حلاوة إلا يستأنس بالله. الله سبحانه وتعالى جعل راحتك بالأنس بالله. هذه لا إله إلا الله يا إخواني عظيمة.